اهلا بحضراتكم من جديد. مواجهتنا دلوقتي عن العلاقات المشبوهه بين بعض المنظمات الحقوقيه والتنظيمات الارهابيه، ومنها زي ما حضراتكم متابعين وعارفين بالتاكيد المفوضيه الساميه لحقوق الانسان اللي تعودت ان هي تنشر تقارير معتمده على بيانات صادره عن هوى اخواني في بعض الدول العربيه خصوصا في مصر، في حين تتغاضى وتتعامى عن انتهاك حقوق الانسان الواضحه في دول زي قطر، في دول زي تركيا. والحقيقه ما أدراكم عن الاعتقالات والطرد من البلاد هناك، سواء كان زي ما قلت في قطر أو في تركيا، أيضا استبعاد العمالة الأجنبية، إسقاط جنسية استعباد العمالة الأجنبية، وأيضا إسقاط جنسية المواطنين في إمارة الدم. وطبعا تركيا حدث ولا حرج عن انتهاك حقوق الإنسان. تركيا هذه الدولة التي تستضيف المنظمات الإرهابية فقط للهجوم على مصر. اسمحوا لي أرحب بضيوفي الأستاذ صلاح سليمان المحامي بالنقد والخبير الحقوقي. استاذ صلاح اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ومعانا كمان سياده النائب محمد الغول عضو لجنه حقوق الانسان مجلس النواب. اهلا بيك يا سياده النائب. اهلا بحضرتك. والحقيقه معانا كمان عبر سكايب من جنيف الاستاذ ايمن عقيل الناشط الحقوقي ورئيس مؤسسه ماعت للسلام والتنميه وحقوق الانسان. اهلا بيك يا استاذ ايمن. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب انا يعني لو تسمح لي الاول بس عايزه اخد توضيح من الاستاذ صلاح. استاذ صلاح، البعض بيخلط بين الحقوق، حقوق الانسان زي الحريات، وما بين الحقوق السياسيه. يعني ممكن تفرق لنا بس ما بين العمل الحقوقي والعمل الحزبي والسياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده فرق لازم يكون واضح وجوهري. مثلا دور المنظمة الحقوقية هي الدعوة للمشاركة السياسية، المشاركة السياسية فقط، لكن تدي صوتك لمين هنا تنتقل مباشرة إلى العمل السياسي أو العمل السياسي الحزبي. ده جانب مثلا بالنسبة للانتخابات، المشاركة السياسية عموما. طيب الانضمام للأحزاب، أنا أشجع للانضمام لكل الأحزاب لكن لا أروج لتيار بعينه أو لحزب بعينه. هنا تخرجي عن الحيادية المفترضة فيكي، لأنك أنت المفروض واقفة على مسافة واحدة من الكل تقدري تقيمي العمل تساعدي على تطويره. تمام. طب رأي حضرتك في الكلام ده إيه يا سيادة النائب؟ وإزاي كل طرف يعمل في مجاله بما يتناسب مع اختصاصاته؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي محمد. اسمحي لي في الأول لازم نتوجه بكل التعازي لأسر شهداء مصر، سواء من العسكريين أو المدنيين أو من الشرطيين، وكمان المجد لهؤلاء الشهداء وكل التعازي لأسر. قبل ما نفتح البرنامج ونتكلم مع حضرتك في الموضوع المهم اللي حضرتك بتتكلم عنه، أنا عايز ألفت نظر المشاهد المشاهدين والسادة الضيوف الموجودين معانا وأستاذ أيمن، إن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان اللي ظهرت مع تكوين منظمة الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية كانت مبادئ سامية جدا ومبادئ نبيلة جدا وبتنادي فعلا بحق الإنسان وحقوق الإنسان. أعتقد أن في هذا التوقيت خرجت عن سميتها وخرجت عن إطارها الطبيعي اللي كونت من أجله، أصبحت الآن مسيسة. يعني لما يجي نتكلم عن منظمة زي منظمة هيومن رايتس ووتش أو هيومن رايتس فيرست أو العفو الدولية، هتلاقي أولا بيتمولها تمويل مشبوه، سواء من دولة زي دويلة زي قطر أو من جورج سوريس الملياردير الصهيوني اللي كان بيمول ما يسمى بالربيع العربي وانهيار الدول من الداخل. دي التمويل بتاعهم، ودي أصبحت منصات موجودة بالفعل داخل الأمم المتحدة وتملك الصفة الاستشارية. الصفة الاستشارية دي بقى لها مقعد في الأمم المتحدة. لما يحدث أي حدث خاص بالربيع العربي وخاصة الدولة المصرية بيقوم بالهجوم الغير طبيعي على الدولة المصرية، طبعا على غير حق وعلى غير حقيقة. زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي، ليه ما بيتكلموش على الدولة زي قطر أو تركيا وما حدث فيها؟ لا، ده أنا أقول لك على حاجة أبعد من حاجة اتكلمت فيه اللي هو معلن ومشهور. النظام القضائي القطري نظام هزلي، كيف أن الأمير القطري هو اللي بيختار القاضي، وبما أن هم ما عندهمش قضاة قطريين بكثرة فبيستضيفوا بيستوعبوا من الخارج قطر من دول أخرى قضاة بيقوموا بإعطائهم مرتبات خيالية عشان يقوموا بعمل القضائي. يستطيع الأمير في أي لحظة أنه يختار القاضي، مش بتكلم على رئيس هيئة قضائية، كل قاضي، ويستطيع أن يقيله في أي لحظة.
والاحكام القضائيه تخرج من الاماره من عند مكتب الامير او من عند مكتب امير قطر. يعني ده نظام هذا لقطر. وهكذا لو كلمت في تركيا وغيره حدثت عن الاف الاعتقالات اللي موجوده ومصادره الصحفيين وعزل العديد من الموظفين اللي مجرد بينتموا لجولن او شيء من هذا القبيل. لم تتحدث اي منظمه حقوقيه من اللي هي بتتناول مصر في هذا الشان خالص، لكن تحدثت فقط عن مصر والسلبيات اللي هي بتحاول انها ترصدها. الرصد طبعا غير. عايز اتكلم في موضوع لما تتكلمي مع اي منظمه تكلمك على الاختفاء القسري تجيب الكشوف بتاعتك. طيب احنا هنروح للاختفاء القسري، بس اسمح لي نروح جنيف للاستاذ ايمن عقيل، طبعا خبير حقوقي ورئيس مؤسسه ماعت للسلام والتنميه وحقوق الانسان. مره ثانيه اهلا بحضرتك معانا عبر سكايب استاذ ايمن، وقول لي ليه دايما الغرب يعني عنده معايير مزدوجه، يعني عندما يتناول ملف زي ملف حقوق الانسان يركز على دول بعينها وطبعا حتى يعني بعد شويه هنتكلم في التفاصيل اكتر عن مصادره كمان عندما يركز على هذه الملفات وهذه الدول، لكن بيتجنى على دول بعينها عادة بتكون دول غير أوروبية، وعادة مصر بتكون على قمة أو يعني من أكثر هذه الدول اللي بيكون في حكم متحيز جدا ضدها وتعنت ضدها، وبيجوا على دول أخرى سواء كانت أوروبية أو دول حتى وإن كانت مثلا زي قطر دول عربية، ويبقى في غض البصر أو غض الطرف عما يحدث فيها من انتهاكات واضحة. تحياتي طبعا لضيوف حضرتك الكرام. خلينا نقول ان الامر ما هوش غريب او مستغرب، لان في الوقت اللي احنا كنا بندرس فيه للناس وبنعلمهم حقوق الانسان، فكانت اوروبا اللي هي المفروض بتدعي احترامها لحقوق الانسان كانت بتستعمر دول كتير جدا ومنها دول افريقيه. ففي الوقت اللي هم بيدعوا احترامهم لحقوق الإنسان، في الوقت اللي هم بيستعمروا الشعوب وياخدوا ثرواتهم، زي دلوقتي في الوقت اللي إسرائيل النهاردة ومن يومين بتقول إن هي دولة بتحترم حقوق الإنسان وهي بتنتهك أبسط حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي هو اعتادوا على كده. لكن هل هم عندهم انتهاكات لحقوق الإنسان في دولهم؟ عندهم. يبقى المشكلة الثانية هي مشكلة عند بعض المنظمات الحقوقية اللي هي مش قادرة ان هي توصل الى هذه الانتهاكات او تنتهج الطريق السليم لرصد الانتهاكات والتواصل مع الاليات الاممية. خلينا نركز على حاجة تانية مهمة للسادة المشاهدين. مجلس حقوق الانسان نفسه اللي احنا بنحضر فيه دلوقتي واللي افتتحه الامين العام والسيدة المفوضة السامية، هو اساسا مجلس ليس به العصا لمن عصى، يعني ما يقدرش ان هو يلزم اي دوله على احترام حقوق الانسان. امريكا انسحبت ما حدش عمل لها حاجه. اسرائيل ما حضرتش الجلسه الخاصه باعتماد تقريرها وما حدش قال لها حاجه. كم من الدول التي تنتهك حقوق الانسان في اوروبا وفي امريكا وما حدش قال لها حاجه. احنا بنقدم تقرير حاليا في امريكا عن 2500 واحد تم اعدامهم، ما حدش بيتكلم عنهم اساسا. حالات الاعدام اللي موجوده في امريكا، في حين ان لما طبق احكام اعدام في مصر على متهمين بتفجير وبقتل الدنيا قامت وما عادتش، لان المتهمين هم ينتمون الى جماعه الاخوان المسلمين وينتموا الى كمان التنظيمات السريه بتاعتهم. وبالتالي هي دي الازدواجيه والمعايير. مهم واحنا بنتعامل في هذا الملف ان احنا كمان نكون فاهمين احنا بنتعامل فين، المجلس ايه هو حقوقه واختصاصاته وبيعمل ايه، ازاي بتحكموا العلاقات الدبلوماسية. للأسف هي علاقات حكومات مع بعض وتوأمة مع بعض. الآلية الخاصة بالاستعراض الدولي الشامل والمراجعة، المنظمات اللي زي ما حضرتك والضيوف تفضلوا وقال بيتم استخدامها استخدام سياسي وليس استخدام حقوقي، وفرق كبير بين الاستخدام السياسي والحقوقي. كل ده مهم ان احنا نحط ايدينا عليه، واعتقد ان الاوان لمصر وللمنطقه العربيه كمان ان يكون لديها خبراء قادرين ان هم يتعاملوا في هذا الملف، قادرين يتواصلوا مع المقررين الخواص، قادرين ان هم يحطوهم قدام مسؤولياتهم وان هم يوجهوهم اذا كانوا بيكيلوا بمكيالين او بيغض الطرف عن انتهاكات في بعض الدول وبيركزوا على الانتهاكات في دول اخرى للاستخدام السياسي، قادرين ان احنا نحرجهم قدام العالم كله
في هذه المرحلة إن شاء الله. طيب هرجع لك أستاذ أيمن. أستاذ صلاح، يعني جزئية مهمة في كلام الأستاذ أيمن اتكلم فيها عن المفوضية السامية، هي المفوضية السامية بتعتمد وبتتعامل مع مين؟ مع منظمات حزبية وسياسية ولا مع منظمات حقوقية؟ يعني وإيه المعايير المفروض نفصل بيها ما بين السياسي والحقوقي؟ شوف هقول لحضرتك على حاجة، المشكلة في إيه؟ المشكلة في إن هما التنظيم الدولي متبني مجموعة من المنظمات بيقوم بتمويلها، عنده وده عمل مخابراتي بلا شك بدون أدنى شك، هذه الكتائب الغير طبيعية اللي بتروج باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي لتلك التقارير عشان تكرار الكذب قد يؤدي، يعني أصلا ما هيقولي مش ممكن كل الناس دي بتقول كلام غلط. طيب نرجع للمعايير الرئيسية اللي يجب أن نستند إليها. المعايير هي إيه؟ حضرتك بتقدم ان في انتهاك في دولة ما، نوع الانتهاك ده في اليات لتوثيقه، اليات محددة لبعثات تقصي الحقائق، في نظام لازم يتم اتباعه دوليا احنا متفقين عليه. في مثلا التقرير الاشهر بتاع تقرير رابعة، التقرير عاملين فيلم مدته 4 دقايق ترويج للتقرير في الاول كده، تفاجئي بحاجة جميلة جدا، جميلة يعني ان احنا نلقي الضوء عليها انها بتبين هذا الكذب، يعني مش جميلة ان احنا شايفينها حاجة كويسة، يعني مفهوم المخالفة. جايبين واحد قاعد في بلكونة وبيقعد على الارض كده واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وحالة رعب وفي ضرب نار عليه. اللقطة بتعدي في اقل من 40 ثانية، من ضمنهم 4 ثواني 4 ثواني بالظبط، وهو بيعدي كده سعادة النايب على صندوق جنبه ازايز مولوتوف مبرشمة باينة، لو مرر يعني يا رب يعرفوا يجيبوا لنا في الاعداد، لو مريتي كده اللقطه وقفتيها، صندوق كامل مولوتوف. طبعا ده ما نجيبش سيرته. طب الامم المتحده قالت ايه في وقائع مشابهه؟ يتم التعامل مع هذا النوع من الاعتصامات او المقاومه المسلحه ازاي؟ حاطه درجات للتعامل، وبتقول ان في لحظه ما اذا ما تم تهديد القوات النظاميه التي تمثل الدولة لا يتم مراعاة أي شيء مع هذا العدوان المسلح. نبص بقى على الدول اللي زي ما قال صديقنا الأستاذ أيمن اللي بتتكلم على عقوبة الإعدام، في 30 ولاية أمريكية لازالت بتطبق عقوبة الإعدام، محدش يتكلم عليهم خالص. طيب بلاش ده خالص، قولي لي لو حد سايق عربية وماشي في أحد الولايات وخالف المرور، بيجي ضابط المرور يزمر له يقف يقول له حط إيديك على الدركسيون أبقى شايفه، لو ايد منهم نزلت تحت بيضربوا بالنار على طول، لو فتح الباب من غير ما يقول له انزل بيضربوا بالنار على طول، لو بص له في وشه كده وقرب عليه بيضربوا بالنار على طول. لا اجيب لك حاجه اصعب من كده مشهوره جدا، هذا الرجل الملون اللي كان في غالبا ميتشيغن، والضابط خانقه بيقول له انا مش قادر اتنفس انا مش قادر اتنفس لغايه ما مات منه، حد اتكلم وتعامل معاه؟ لا. طب الازمه في ايه؟ ان يجب ان يتم التعامل مع رجل الشرطه. عندنا مثلا كام ضابط شرطه وفرد شرطه في مصر؟ بنتكلم في 300,000 400,000 بالقياس ل 100 مليون، يعني عندنا ضابط شرطه او عسكري او فرد شرطه لكل مثلا 10,000 واحد، لكل 5,000 واحد. طب هل هذا يملك القوه لمواجهه دول؟ لا، هو هيبه الدوله. التعامل مع البدله وانه يمتلك الحق الوحيد في استخدام السلاح، اتعامل معاه ازاي انا بقى كمنظمه رغبة في التضليل وفي تنميط جهاز الشرطة؟ أبدأ أتعامل معاه باعتباره نموذج مكرر تنميط، اللي هي فوضى لأمين شرطة فاسد لعسكري مش عارف عمل إيه، أنمط الصورة دي عند الناس، أكررها كتير تبقى مقبولة بعد كده بعد شوية. يعني طيب سيادة النائب، يعني المفوضية السامية الحقيقة بتستند لتقارير صادرة عن منظمات تابعة للجماعة الإرهابية، أولا هل هذا يجوز؟ ثانيا إلى أي مدى ده بيثبت إنه كل ده المقصود بيه هو تنفيذ أجندة ضد، لما بنتكلم مثلا تحديدا فيما يخص مصر، ضد البلد، ضد مصر؟ طيب كويس ان حضرتك ذكرت المثل ده تحديدا، ليه؟ لان لازم اقول لحضرتك ولضيوفك الكرام والمشاهدين لازم يعرفوا ان قصه منظمات حقوق الانسان دي جزء من كل، احنا بننظر الى جزء بسيط جدا
يا صلاح بيه من المشهد، المشهد الكبير واللوحه الكبيره بتقول ايه؟ ان عندك منظمات ارهابيه اللي هي مثلا الكيان الكبير قوي اللي هو المظله بتاعت المنظمات الارهابيه اللي هي حول اللي هي الاخوان المسلمين الارهابيه، الاخوان دي اللي بتندرج تحتها كل المنظمات اللي احنا بنعاني منها. صحيح. الان ازاي يتوفر لها حمايه مختلفه من كل الادوات اللي حواليها؟ بتوفر لها حمايه دوليه من قطر وتركيا، هم اللي بيبقوا مظله دوليه للمنظمات الارهابيه. بتوفر لها حمايه اعلاميه، بما ان حضرتك احنا في منبرك الاعلام المحترم، من خلال قناه زي قناه الجزيره والقنوات الاخوانيه اللي زي الشرق وغيره. بتوفر لها حمايه مهمه جدا اللي هي الحمايه الحقوقيه، بمعنى ان منظمات زي هيومن رايتس ووتش، هيومن رايتس فيرست، العفو الدوليه، بتوفر دعم حقوقي ومظله حقوقيه للجماعات الارهابيه اللي احنا بنتكلم عنها. بمعنى ادق واشمل، لما بيحصل التقرير اللي اتعمل في مصر، فاكر حضرتك اللي تقدمت به هيومن رايتس ووتش، وده كان ضد كل المعايير الدوليه واللقاءات اللي تمت معاهم من خلال باحث واحد فقط، وده ضد قانون الامم المتحده اللي بينظم هذا الكلام. هذا الباحث فقط التقى بكل الكيانات الارهابيه المتهمين في قضايا جنائيه، اللي تم تفجير كنيسه العباسيه، واللي تم قتل الخمس افراد بتوع البدرشين وغيره، هم الوحيدين اللي التقى معاهم. ده ياكد لحضرتك ويدل على كلامي ان في مظله حقوقيه من خلال هذه المنظمات اللي احنا ذكرناها، اللي هي بتامن وبتعمل مظله على الكيانات الارهابيه اللي احنا بنعاني منها الان. تمام. اخر حاجه يعني في الجزئيه دي بس عشان يبقى الصوره مكتمله، دايما المنظمات دي بتبحث عن حق الانسان الجاني ولا تبحث عن حق الانسان المجني عليه. طبعا انا هرجع للجزئيه دي، بس معلش عايز اروح للاستاذ ايمن. استاذ ايمن، يعني طيب احنا معانا لسه الاستاذ ايمن على ما اعتقد. طيب هنرجع مره ثانيه للاستاذ ايمن، في مشكله بس في طيب معانا يا استاذ ايمن. طيب استاذ ايمن، الحقيقه ان احنا شايفين انه هذه المنظمات الحقوقيه وهذه المنظمات الدوليه الحقيقه كمان تحديدا بتتعامل مع حقوق الانسان في مصر من منظورها الخاص بيها، وبيتعاملوا فقط مع جزئيه خاصه ضيقه جدا. والرئيس الحقيقه اكتر من مره اشار لهذه الجزئيه، احنا عندنا طفره حاصله في مجالات كثيره تخص حقوق الانسان، الصحه والتعليم والسكن والحقيقه يعني اشياء كثيره، ورغم ذلك هم بينظروا فقط على المنظور الخاص بيهم. ليه ده؟ طيب احنا معانا يا استاذ ايمن. مع حضرتك يا فندم. اتفضل. برضو انا عايز اركز على نقطه مهمه، وهي ان المفوضيه عندنا مجموعه من المنظمات اللي هي بتستهدف الدولة واللي هي لا تتحدث إلا عن الانتهاكات. المفوضية لما بتعتمد على هذه التقارير، ده بيبقى نتيجة إن في عندنا جانبين مش موجودين. الجانب الأول وهو جانب التقارير الحكومية اللي المفروض بتبقى خارجة من الدولة، الجانب الثاني هي جانب التقارير اللي صادرة من المنظمات. وعلشان كده إحنا بنقول في مستويات للتعامل. لو بتعامل مثلا على سبيل المثال في ملف المراجعة الدورية الشاملة أو آلية الاستعراض الدوري الشامل، اللي مصر هتناقش الملف بتاعها في شهر نوفمبر اللي جاي في 2019، واللي آخر يوم لغلق باب التقدم بالتقارير الخاصة بالمنظمات يوم 21 مارس الحالي. وبالتالي لما في منظمات بتقدم، إذا كان عدد المنظمات اللي هتقدم تقارير وهي موجهة وسياسية ضد الدولة المصرية كبير، بالتالي المفوضية لما بتيجي تبص في الملف الخاص بمصر ما بتلاقيش غير تقارير هؤلاء المنظمات للأسف. علشان كده مهم جدا ان يكون في تفاعل مع المفوضية ومع الترويكا ومع المقررين ومع اللجان، علشان كمان اذا المنظومة الأممية نفسها هي اللي اختل الميزان بتاعها، اذا كان هناك انحياز من جانب المفوضية او موظفين في المفوضية او المقررين او اللجان او المجلس، يبقى احنا كمان لدينا ان احنا نقول ان كنتوا نقيتوا تقارير واهملتوا تقارير ثانيه. عشان كده دي ملاحظه مهمه جدا 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 جدا، احنا مهم نتواصل عبر القنوات الشرعيه والرسميه ونتبع الاجراءات ونتبع المواعيد، ما نجيش نقدم تقارير بعد فوات الاوان وبالتالي لن يتم النظر فيها على الاطلاق. فعشان كده في بعض الحالات بيتم الاستناد الى تقارير لمنظمات
موجهة ومسيسة وضد الدولة. تمام. لأن ما كانش في تقارير تانية موجودة. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ أيمن عقيل من جنيف عبر سكايب، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. شكرا ليك يا أستاذ أيمن، كنت معنا من جنيف. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع ضيوفي. استنوا. تحت غطاء العمل الحقوقي تستمر عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في ممارسة عمليات تشويه للحقائق وتزوير للوقائع عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل مصر. وفي سبيل ذلك وظفت الجماعة بعض المنظمات والأفراد وخلقت كيانات وهمية واسندتها إلى أعضائها من مختلف الجنسيات. ومؤخرا حاولت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أن تهيئ للكيانات الإخوانية الوهمية ترويج أكاذيبهم داخل إحدى جلسات المجلس الدولي لحقوق الإنسان ليتم ترويج تلك الواقعة لاحقا كنصر إخواني. محاولة المنظمة المستأجرة من جانب الإرهابية ومن ورائها فشلت تماما بسبب رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان أيمن نصري الذي كان من الحاضرين في تلك الجلسة وأقام من منطلق وطني بتفنيد ما طرحته أذناب الإخوان حول الاختفاء القسري والقتل خارج القانون وغيرها. مش أتكلم عن الأرقام اللي ذكرت فيها المدخلات، أنا بنظري أن الأرقام صدرت عن بعض المنظمات الاساس ملف حقوق الانسان، لانه تحديدا الاختفاء القسري في ارقام اتذكر بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، ولكن حتى لجنه الاختفاء القسري بالمفوضيه الساميه لم تعترف بهذه الارقام ولم تؤكد هذه الارقام. فمن وجهه نظري انه اللي يقدر يحدد الموضوع ده او اللي يقدر يقول اذا كانت الارقام صحيحه ولا هي المفوضيه ولجنه الاختفاء القسري، كمان الارقام الخارجه عن الاعتقال الخارج نطاق القانون وأرقام خارج نطاق القانون. أنا حقيقة وجهة نظري أنا شايف إن في استمرار لتأسيس ملف حقوق الإنسان بعد ثورة 30 يونيو. الأمر المثير للسخرية أنه في الوقت الذي لا تكف فيه عناصر تنظيم الإخوان الحقوقية عن ترويج أكاذيب مضللة عن مصر ومؤسساتها الوطنية، تتعامى تماما أن ترى حجم ونوعية التنكيل الذي يمارسه النظام التركي ضد مواطنيه لمجرد الاشتباه. فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 اعتقل الإخواني أردوغان عشرات الآلاف وأقال مثلهم، من بينهم قضاة وضباط جيش ورؤساء بلديات وأعضاء في البرلمان، فضلا عن إغلاق مئات المؤسسات التعليمية وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. أما في قطر فحدث ولا حرج، حيث يساوي انتقاد النظام الحاكم تجريد قبيلة كاملة من الجنسية القطرية وسلب كافة حقوقهم في نفس اللحظة التي تقوم فيها الدوحة بمنح الجنسية للإرهابيين، هذا فضلا عن غياب أي شكل من أشكال الرقابة أو المحاسبة. فلا برلمان منتخبا ولا إفصاح عن حجم ثروات النظام التي اكتنزوها من ثروات الشعب القطرية لينفقوها على أهوائهم أو ينشروا بها التطرف والعنف حول العالم. اهلا بحضراتكم من جديد. تعليقكم ايه على اللي احنا شفناه في هذا الفيديو؟ وشفنا كمان طبعا ايمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار وحقوق الانسان وهو بيتكلم عن انه جماعه الاخوان بتروج عبر منابر حقوقيه لتسييس يعني او مواقف مسيسه غير حقيقه وارقام مكذوبه وغير حقيقه عما يحدث هنا في مصر. افكرك معاكي في قناه زميله كنت فيها وكنت مستضيفانا في 2012، انا والله يرحمه كان الامين عام للمجلس القومي لحقوق الانسان استاذ محمد الضماطي عليه رحمه الله، واحنا قاعدين بنتكلم اكتشفنا انه مقدم في انتخابات الرئاسه بتاعت مرسي 45 الف تقرير متابعه لاربع جمعيات من ضمنهم الشهاب وسواسيه. طيب يعني اي علاقه ليهم وجابوا العدد ده منين واشتغلوا فين ودربوه ازاي وتعاملوا معاه ازاي؟ هو ده بالظبط اللي بيحصل النهارده. اسم ثلاث انفار يشكلوا منظمه، يطلعوا تقرير، منظمه تانية تتبناه، المنظمه الثانيه تطلع تقرير ويكملوا مع بعض، ونواجه زي ما قال الاستاذ ايمن باربع خمس تقارير مدعومين من 10 منظمات وهميين بيكرروا كلام وهمي. طيب نتكلم عايز على منهجيه اعداد التقرير، مش لازم استند لمصادر محدده، لازم اواجه واجيب شهادات من الضحايا، لازم عندي مرجعيه موثقه من طبيب اذا كان في جريمه قتل او من مش لازم يبقى حتى هو مفضل يكون طبيب جهه رسميه، لا ما عرفتش اجيب من جهه رسميه اقدم
تقرير فني موازي، لكن ابقى جايب مستند. لكن اللي بيحصل ايه؟ احنا بنجيب اسماء ثنائيه او اسماء فرديه او من غير اسماء، صحيح. ونقول ده مختفي، ده اتقتل خارج نطاق القانون. طب نتكلم على حاجه تانية، افكرك برضو من اسبوعين حادثه الضرب الاحمر، الاخ ايه هذا الكائن اللي فجر نفسه، كويس. يقولوا طب ما الشرطه ما قدرتش تضربه من بعيد، ليه ما تعاملتش معاه ايه؟ ما هي لو تعاملت معاه بالطريقه دي هتقولوا قتل خارج نطاق القانون. لا، للاسف الشديد هو تكرار الكذبه، تكرار وتنطها والتاكيد عليها من اكتر من حد لغايه ما يبقى مواجهتها بهذا الانتشار. لا، مش ممكن كل الناس دي كدابه. لا، كل الناس دي فعلا كدابه، لان كل الناس دي فرقه واحده، ده بيأيد ده بيأيد ده بيأيد ده بيأيد ده وبيكررها، هي دايره مفرغه بيلفوا فيها. عايزين نتكلم، طيب نتكلم على معايير حقوق الانسان يا جماعه. لازم وانا بتكلم اقيس، يعني حضرتك انت بتواجهني على واقعه، الواقعه اللي انت بتتصورها دي فين؟ بقارن بين مصر وايه؟ بامريكا ما عنديش مانع، اقارن بين مصر وفرنسا ما عنديش مانع. افكرك بمناسبه القتل خارج نطاق القانون، السنه اللي فاتت حصل 3-4 تفجيرات في باريس، من ضمنهم سوبر ماركت يهودي كنا بنشوفها على الهوا يا معالي النايب. ايوه. الولد القاتل الارهابي رمى السلاح وخارج بيجري على الباب وعامل ايده كده بيجري على الباب، اتصفى قبل ما يوصل للباب، على الهوا شفناها، ده قتل خارج نطاق القانون. لا، صحيح. احنا بنواجه ارهاب، بنواجه عدد القتلى والضحايا من رجال الشرطه ورجال الجيش الشهداء الله يرحمهم قد ايه، اللي واحد منهم فقط ان مات يجب ان يهتز المجتمع الدولي، لان هذا يمثل هيبة الدولة واستقرارها. اكيد. تعليق صحيح. اخير على ما شاهدناه سريعا يا سياده النائب. طيب انا هاخد من كلام زميل العزيز صلاح بيه وهقول حاجه مهمه بس سريعا، هستاذن حضرتك سريعا. المقررين الخواص في الامم المتحده شككوا في هذه الارقام التي ذكرت في اللي هي في الحدث الاخير اللي احنا اتكلمنا عنه. احنا في لجنه حقوق الانسان استدعينا ممثلي وزاره الداخليه ووجهناهم بالاعداد اللي موجوده في المجلس القومي لحقوق الانسان المصري. فتخيلي بقى المفاجاه ايه؟ ان صف كبير من الناس اللي هم مختفين قسريا بيحاربوا في صفوف داعش في العراق وفي سوريا. صحيح. زي ما يكون الناس دي طبعت هذا الكلام منها وحطتهم في الاختفاء القسري، بيتم عمل محاضر رسميه بهذا الكلام في القصه دي. اخر حاجه عشان نتكلم لازم نكون واضحين، الوتيره هتزداد في الفتره اللي جايه دي، لان كل ده مش عشان 9 اعدامات الخاصه بموضوع قتله النائب العام، لكن هم بيخشوا على قيادات الاخوان المسلمين اللي موجودين وحاليا بينتظروا حكم الاعدام، والقانون سيطبق على الجميع. انا بشكركم شكرا جزيلا سياده النائب محمد الغول وايضا الاستاذ صلاح سليمان، شرفتونا ونورتونا. بشكركم، بشكر حضراتكم واقول لكم صباح على خير، اشوفكم في مواجهه جديده. الى اللقاء.